مرحبا بكم في رحلتكم المميزة إلى قلب الطبيعة. وجهتنا إلى مرتفعات أيدر، تعتبر واحدة من الوجهات الجبلية الأكثر سحرا وجمالا في تركيا. تمتاز أيدر بمناظر الجبال الخضراء الجميلة والوديان العميقة والشلالات المتدفقة. تعتبر هذه المنطقة ملاذا لمحبي الطبيعة والهواء النقي، حيث يمكنك الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة في الغابات الكثيفة والتجوال بين المروج الخضراء. يبدأ يومنا من فندق إقامتكم، يجتمع الفريق وتنطلق رحلتنا. سنزور في أول محطاتنا شلال إسكيت أوغلو، وسط حديقة جميلة مميزة ذات جلسات خارجية، وسوف تستمتعون بتجربة رياضة التجديف في وادي الرياح الذي يستمتع به آلاف المواطنين الأتراك والأجانب سنوياً، في الوادي الذي يتميز بمياهه العذبة وطبيعته الخلابة. ومن ثم ستتوجهون إلى مرتفعات أيدر للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة. تمتاز أيدر بالأشجار الوارفة والشلالات الرائعة التي تبهر السياح، والحدائق والبساتين الجميلة. ويحيط بقرية أيدر التركية الوديان والسهول والجبال الشاهقة، مما يعطيها روعة وجمالا أخاذ. بعد انتهاء جولتنا سنودعكم بكل تقدير، وسنصحبكم بحب إلى مقر إقامتكم، متمنين لكم ليلة سعيدة وجولة جديدة مليئة بالاستكشاف. تور 34، رحلات إسطنبول.